نعم، إلى مصائر الحجز. نعم، إلى مصائر الحجز. الحجب والمنع، معنى الحجب المنع، هذا يعني من يستحق يرسل، من تركة ميت يمنع ويحجب لسببه، ما يكون هذا حجب كلي، يعني لا يحصل بالحجب بسبب الحجب شيئا، أو يعني ينقص من حله شيئا. فإذا الحجب حجبان، حجب حرمان وحجب نقصان، حجب حرمان وحجب نقصان، هكذا حجبان، يعني من أن يحجب يمنع. حاجب حرمان إما يكون بالشخص أو بالاستغراق بسبب شخص آخر، أو أصحاب الفروض استغرقوا التركة، فإذا لا يكون بعده لأصحاب العصبة، للعصبات لا يكون شيء، هذا الذي كلاهما حرمان. نعم، وكذلك حاجب يعني النقصان، حاجب النقصان مثلا الزوج والزوجة يكون لهما حاجب نقصان، مثلا لو كان للميت فرع وارث، فللزوج يكون أن الربع، لو لم يكن فرع وارث يكون فرض أو نصيب الزوج نصف، فإذا هذا الفرع الوارث يمنع الزوج، يحجب الزوج من نصفه إلى ربعه، هذا يقال حاجب نقصان. فكذلك في الزوجة، الزوجة يكون لها ربع لو لم يكن للميت فرع وارث، لو كان له فرع وارث فللزوجة ثمن، فإذا هي تنقل من الربع إلى الثمن، هذا يقال حاجب حرمان. نعم، فإذا معنى الحاجب المنع، هذا لغة، وشرعا منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من أوفر حظه، ويسمى الأول حجب حرمان، وهو قسمان، حجب بالشخص أو بالاستغراق، وحجب بالوصف، ولم يذكره هنا، هناك حجب آخر، حجب بالوصف لم يذكر المصنف هنا. ثم والثاني حاجب نقصان وقد مر، ثم هذا حاجب لا يأتي لبعض الأشخاص، لبعض الورثة أصلا، مثلا الأبوان لا يحجبان أصلا، وزوجان لا يحجبان، يعني حجب حرمان، وولد، ولد يعني ابن وبنت، لا يحجبان، لا يحجب الولد حاجبا كليا، ما حاجب نقصان ياتي بالزوجين. وكذلك في اللبن يكون لها في بعض الاحيان ثلث، في بعض الاحيان ثلث او ثلث الباقي، هكذا، فهذا حاجب نقصان. ما حاجب حرمان لا ياتي لحوله، لا يحجب الابوان والزوجان وولد، نعم، اجماع. ويحجب ولد، لا، يحجب ولد ابن، يحجب ولد ابن
بابن او ابن ابن اقرب منه. يحجب ولد ابن، ولد ابن يعني ولد اما غير نازل يعني ابن ابن الميت مباشره او بنت ابن الميت مباشره، هذا يقال ولد ابن غير نازل. لو كان يعني نازلا مثلا ابن 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 الميت او بنت ابن ابن الميت، هذا نازل كلاهما داخلان في ولد ابن. يحجب بابن يعني بابن صلب او ابن ابن اقرب منه. فاذا هذا ولد ابن دخل في الولد الذكور والإناث. يحجب ولد ابن بابن ثم وابن ابن اقرب منه اقرب من ولد ابن. فاذا لو كان للميت ابن ثم على الميت يعني اصبات او احفاد، فهؤلاء الاحفاد والاصبات لا يحصلون على شيء من التركة بسبب وجود ابن الميت. ممكن هذه الاحفاد او الاصبات من غير هذا الابن، مثلا للميت ابنان احدهما مات ولي يعني قبل هذا الابي مات، ثم لهذا الابن الميت اولاد، فاذا عند موت جده من يوجد؟ لا يوجد اب هؤلاء الاولاد يعني اصبات الاحفاد، بل يوجد عمهم فقط وهم محجوبون بهذا العم. لماذا؟ هو صادق بابن الميت، اذن ابن او ابن ابن لا يلزم ان يكون ابا لهذا الولد، بل اما ابا او عما ايا كان. نعم. يحجب ولد ابن بابن او ابن ابن اقرب منه، ثم ويحجب جد بأب. لو كان الأب حيا لا يكون لأحد من الأجداد إرث، وتحجب جدة لأم بأم لأنها عدلت بها. تحجب جدة، الجدة لا يكون لها إرث، لكن هذه الجدة جدة لأم تحجب بأم. فإذا جدة لأب لا تحجب بأم. فإذا أم وجدة لأب يحصلان بأم لأنها عدلت بها. لماذا؟ لأنها يعني لأن الجدة لأم عدلت يعني انتسبت إلى الميت، عدلت يعني انتسبت وتوصلت إلى الميت بها بالأم، يعني هي الوسيلة بين الأم بين الميت والجد، الأم وسيلة بين الميت والجدة. فإذا هذه الأم تسقط الجدة. وجدة لأب بأب، أولا ذكرنا تحجب جدة لأم بأم، فإذا جدة لأب هي تحجب بالأب، فإذا جدة لأب لا تحجب بأم. نعم. فإذا الجدات كلهن لا تحجب لا يحجبن بالأم، بل جدات لأم تحجب بأم، كذلك جدات لأب تحجب بأم، هكذا جانبان معتبران. نعم. لأنها يعني لأن الجدة لأب عدلت به بالأب، نزلت إلى الميت انتسبت إلى الميت بطريق الأب، فالأب واسطة بين الميت وهذه الجدة لأب، فهي ساقطة بالأب. ثم
وأم. فإذا هنا أولا نكرة يعني تحجب تحجب جدة لأم بأم لأنها عدلت بها، وجدة لأب بأب لأنها عدلت بها. بعد ذكر هذين الجهتين يذكر مسألة أخرى، يعني حجب جدة لأب زاد فيه بعده هذا وأم. فإذا هذه زائدة في جدة لأب، فالجدة لأب تحجب بإثنين، جدة لأب تحجب بإثنين، إما أب وأم. لماذا تحجب بالأب؟ لأنها عدلت به، صارت صار الأب واسطة. ثم هذا الأم الجدة لأب تحجب بأم أيضا، هذا في هذا الجانب فقط، أما في الجانب الآخر يعني الجدة لأم لا تحجب بأب أصلا. أولا أنا بينت مقتضى اللباس. نعم مسألة هكذا، تحجب جدة لأم بأم، هناك الجدة لأم محجوبة بأم فقط لا تحجب بأب. ثم بعده ما جدة لأب تحجب بأب وأم، لماذا تحجب بأب؟ لأنها عدلت به. ثم لماذا تحجب بأم؟ هذا بالإجماع، ليست هناك هذه العلة، يعني الجدة لأب لا تنتسب إلى الميت بواسطة الأم، بل هذا هي تنتسب إلى الميت بواسطة الأبي، مع أنه هذا صار إجماع، يعني الجدة لأب تحجب بأم. ثم هذا سبب هذا يعني يرثها بالأمومة، الجدة لأب لأب الجدة لأب يرثها بالأمومة، يعني هناك أسباب للإرث، الأمومة، الأبوة، البنوة، الأخوة، كذلك المصاهرة، وهكذا أسباب. فإذا هنا سبب إرث الجدة الأمومة، عندئذ الأم أقرب منها، الأم أقرب من الجدة لأب، لهذا السبب لا تحصل. نعم. ثم ويحجب أخ لأبوين بابن، يحجب أخ لأبوين بأب. لو كان أب للميت لا يكون لأخ لأبوين شيء. ثم وابن وابنه وإن نزل، فإذا الأخ يحجب بثلاثة، أب هو حاجب، ابن حاجب، ابن ابنه، ابنه يعني ابن ابنه، وإن نزل. نعم. ويحجب أخ لأب بهما وبأخ لأبوين. نعم. أب أخ لأب فقط، والذي سبق أخ لأبوين يعني أخ شقيق للميت، وهذا أخ لأب فقط. بهما بمن؟ بأب وابن، ابن معناه ابن وابنه وإن نزل، هذا هو. ثم بعده وبأخ لأبوين، فإذا لو كان أخ لأبوين لا يكون للأخ لأب إرث. نعم. وهو يحجب بأخ لأبوين. ثم أيضا وبأخت لأبوين، أخ لأب محجوب بأخت لأبوين، لكن ليست منفردة، لذلك قال معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي. فإذا الأخت لأبوين ومعها إما بنت أو بنت ابن، هذا على الأقل. فإذا هؤلاء البنات يحجبن
الأخ لأب. نعم. وهذا في الحقيقة يعني حجب بالاستغراق، يعني هذا الأخت والبنت، أو الأخت مع بنت البنت يأخذنا الثلثين. لأجل ذلك ما كان لأخ لأب إرث. ومع ذلك يعني هنا سببان لهذا الحجب، حجب بالاستغراق وكذلك حجب بكونه أقوى منه. هلا أخت لأبوين أخ لأب، من هو أقوى؟ أقوى وأقرب إلى الميت أخت لأبوين. فإذا هنا يوجد حجب بالاستغراق وحجب بالأقوى. نعم كما سيد. ثم ويحجب أخ لأم بأب وأبيه وإن علا. ثم أخ لأم يحجب بمن؟ بأب وأبيه، يعني جد لأب. نعم أخ لأم يحجب. ثم فإذا أخ لأبوين كذلك أخ لأب لا يحجبان بالجد، أما أخ لأم يحجب بالجد. لذلك هنا قال بأب وأبيه بخلاف ما سبق، هناك قال بأب فقط، هذا فرق بين أخ لأبوين وأخ لأب لا يحجبان بالجد، ما أخ لأم يحجب بأب الأب يعني بالجد وإن على. هذا أبوه أبو الأب وإن على. ثم وفرع وارث للميت كذلك أخ لأم يحجب بفرع وارث للأم للميت للميت. نعم هنا ذكر فرع وارث للميت بخلاف ما سبق، هناك ذكر ابن وابنه. فإذا في الفرع الوارث يدخل البنت أيضا، لذلك قال وإن نزل ذكرا كان أو غيره. فإذا نهاجب أخ لأم أكثر بالجد والبنت وبنت البنت هكذا، أما أخ لأب أو أخ لأبوين يحجبه الأب أو الإبن وابن الإبن فقط. ثم ويحجب أخ لأبوين ويحجب ابن أخ لأبوين. نعم ويحجب ابن أخ، والذي سبق يعني حجب الأخ بين يعني الإخوة الثلاثة أخ لأبوين أخ لأب أخ لأم. ثم هذا حجب ابن الأخ، ويحجب ابن أخ لأبوين. ثم بمن؟ بأب وجد وابن وابنه وإن نزلا. نعم إذن هذا ابن أخ لأبوين يحجب بالجد بأب وجد. ثم وابن وابنه هكذا ذكر، فإذن هو لا يحجب بالبنت، ابن أخ لأبوين لا يحجب بالبنت. نعم بل بابن وابنه وإن نزلا. ثم وأخ لأبوين وأخ لأبوين أو لأب، أتفن على قبله على قوله أب. فإذا بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين أو لأب، هكذا ستة يحجبون ابن أخ. من يحجب ابن أخ ستة، من هم؟ أب جد ابن ابن الابن
ثم أخل لي أبوين وأخل لي أبو أيضا. لماذا أخل لي أبوين؟ ابن أخ لي أبوين أدلى به، يعني هو ينتسب إلى الميت بأخ لي أبوين، هو أقرب منه. أولي أب، هذا أخل لي أبو أيضا أقرب إلى الميت من ابن أخ لي أبوين، برتبة هو أقرب لذلك وهو يحجبه. ثم ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء وبني أخ لأبوين. فالذي سبق ابن أخ لأبوين، هذا ابن أخ لأب، الأخ لأب فقط ابنه موجود. فهذا الابن يحجب بهؤلاء الستة، من هم؟ أبو جد ابن 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 أخ لأبوين أخ لأب. ثم أيضا وبني أخ لأبوين وابن أخ لأبوين. فإذا للميت ابن أخ لأبوين كذلك ابن أخ لأب، فإذا ابن أخ لأب لا يصل شيئا، وهو محجوب بابن أخ لأبوين. لماذا؟ لأنه أقوى منه، يعني ابن أخ لأبوين هو أقوى من ابن أخ لأب. ثم ويحجب عم لأبوين بهؤلاء السبعة وبني أخ لأب. ثم مسألة العم، يحجب عم لأبوين للميت، عم لأبوين وهو يحجب بهؤلاء السبعة، من هم؟ أبو جد ابن 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 أخ، يعني أخ لأبوين وأخ لأب، ثم ابن أخ لأبوين. ثم أيضا وابن أخ لأب، فإذا ثمانية يعجبون العم لأبوين. ثم وعم لأب بهؤلاء الثمانية، بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين، لأن عم لأبوين أقرب من عم لأب. ثم وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب. ابن عم لأبوين يحجب بهؤلاء التسعة، يزيد واحد، من هو؟ عم لأب. فإذا عشرة يحجبون ابن عم لأب. ثم ابن عم لأب، ابن عم لأب بهؤلاء العشرة وابن عم لأبوين. نعم، إذا 11 يحجبون ابن عم لأب. ثم ويحجب ابن ابن أخ لأبوين، والذي سبق ابن أخ لأبوين، هذا ابن ابن أخ لأبوين، يعني نزل مرتبة ابن ابن أخ لأبوين، يعني سبت الأخ، وهو سبت أخ الميتين. بمن يحجب؟ بابن أخ لأب. ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب، لأنه أقرب منه. نعم، لأنه أقرب منه. ثم وبنات الابن، يعني يحجب بنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت. فإذن هناك ذكر في حجب ابن أخ لأبوين، وهو يحجب بابن أخ لأب، ابن ابن أخ لأبوين يحجب بابن أخ لأب، هذا يعني زائد مما سبق. فإذا هو محجوب بمن؟ بسائر من يحجب ابن أخ، وبعد ذلك يحجب به أيضا، هذا معناه.
وذكر واحدا فقط، هو يحجب بمن ذكر سابقا، يعني ابن جد ابن ابنه اخل ابوين وهكذا، ثم اخل ابن ثم بعد ذلك بابن اخل ابن، هذا معنى زيادة على ما سبق. نعم. ثم بنات الأخي، يعني تحجب لا بنات الابن ابن، يعني تحجب بنات الابن بمن؟ بابن، هذا هنا عبر ببنات الابن، ليس الجم مرادا، بل البند أي البند الفردة أيضا، بند الابن أيضا محجوبة بابن، يعني للميت ابن أو بند ابن أو بنات ابن، إذن هذه البنات أو هذه البند محجوبة بابن، ثم وبند أو بنتين، بند الابن أو بنات الابن محجوبة ببنتين فأكثر للميت، يعني لو كان للميت بنتان أو يعني ثلاثة وأربعة من البنات، وللميت بنت ابن، فبنت ابن محجوبة. ثم متى هذا؟ بقيد إن لم يعسب أخ أو ابن عم، يعني لو كان لبنت الابن أخ، ليس للميت أخلا، بل هذا أخ لمن؟ أخ لبنت ابن أو ابن عم لبنت ابن، ابن عم، فإذا هذا ابن عم أيضا أخ، يعني في عرف الناس وليس أخا في عرف الشرع، بل الأخ يعني هذا لأبوين أو لأبن أو لأم، هكذا يكون. فإذا لو كان لبند الابن أخ يعسبه لا يحجبها الابن، لا يحجبها البندان، نعم الابن يحجبها تماما، هذا قيد لحجب بند الابن بندان فأكثر. نعم. فإن عسبته به، فإن عسبت، نعم هذا بنات الابن أو بنت الابن، لو صارت عسبة عسبت به بمن؟ بأخ أو ابن عم، أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعسيب، فإذا يكون للبنتين أو أكثر من البنتين الثلثان، قلنا يأخذنا الثلثين والباقي هناك يكون ثلث، ممكن في هذا الثلث بعد أصحاب الفروض، بعد ذلك هذا الأخ وهذه بنت الابن، أخو من؟ أخو بنت الابن أو ابن عم لبنت الابن، قلنا يأخذنا الباقي بالتعسيب، بالتعسيب. نعم. ثم والأخوات، والأخوات هنا أيضا ليس الجمع مرادا، بل الأختين، والأخوات لأبن يعني محجوبة تحجب، هذا اعتقدنا لقوله يعني ابن أخ ابن ابن أخ، فإذا يحجب ابن ابن أخ وبنات الاب والأخوات، تحجب الأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر، كما ذكرنا في مسألة بنات الابن، هنا أيضا لو كان للميت أختان لأبويه ثم أخت لأب أو أخوات لأب، فالأخت لأب محجوبة بأختين لأبوين فأكثر، إلا أن يكون معهن ذكر فيعسبهن،
كما ذكرنا في بنت الابن لو كان للبنت اخ او ابن عم كذلك هنا نقول الا ان يكون معهن معهن يعني مع الاخوات اليابن او مع الاخت اليابن ذكر يعني اخ يعسبهن فيعسبهن نعم ياخذ الباقي يعني اختان اليابوين يكون لهن يعني الثلثان وهذه الاخت ليابن تأخذ مع أخيها الباقي بالتعسيب نعم ثم ويحجبن أيضا من الأخوات اليابن يحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن يعني للميت بنت كم تأخذ هي تأخذ النصف أو بنت ابن للميت بنت ابن هي تأخذ النصف هي مفردة لذلك منفردة لو كان للميت معها يعني مع البنت أو بنت الابن أخت لأبوين فهذه الأخت لأبوين تأخذ السدس يعني إكمالا للثلثين فإذا لا يكون للأخت لأب شيء هذا الذي قال يحجبنا أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت واعلم أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلها والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث الباقية بل فرضها دائما السدس نعم علم أن ابن الابن كالابن في أي شيء يعني هو يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد هذا معنى قوله ابن الابن كالابن يعني لو كان للميت ابن وهو يستغرق المال بالعصوبة إما تمام التركة أو ما بقي من أصحاب الفروض من فروض أصحاب الفروض هو يو. كذلك ابن الابن أيضا يستغرق يعني لو لم يكن محجوبا بابن لكن فرق بينهما إلا أنه ليس له مع البنت سلاحا يعني لو كان للميت بنت وابن يعني يكون التركة بينهما لذا بقاعدة للذكر مثل حل الأنثيين فإذا لو كان للميت بنت ثم ابن ابن فقط فإذا ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلها يعني لو كان للميت ابن ابن وبنت فإذا لا يكون المال بينهما بقاعدة للذكر مثل حل الأنثيين بل يكون للبنت النصف ثم لو كان هناك وارث آخر هو يأخذ نصيبه ثم الباقي لابن الابن هكذا بالتعسيب ثم والجدة راعتهن على قوله ابن الابن يكون المعنى واعلم أن الجدة كالأم في أي شيء يعني الجدة وارثة لو يكون لها إرث إلا أنها لا ترث الثلث الجدة لا يكون لها الثلث ولا ثلث الباقي بل فرضها دائما السدس الجدة فرضها دائما السدس أما الأم في بعض الأحيان الثلث يعني ثلث التركة في بعض الأحيان ثلث الباقي يعني ثلث باقي فرض الزوجين وكذلك في بعض الأحيان يكون السدس هكذا ثلاث حالات للأم أما الجدة لها حالة واحدة فرضها دائما السدس ثم والجدة كالأبي هذا يتفن على قوله ابن الابن فإذا معناه
يعلم أن الجد كالأبي في أي شيء يعني هو يستغرق المال إذا انفرد. الأب يستغرق المال إذا انفرد، لو لم ينفرد يكون له يكون من أصحاب الفروض. إذن كذلك الجد لو انفرد فهو من العصبات يستغرق المال، إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب. الجد لا يحجب الإخوة لأبوين، أما الأب يحجب. الأب يحجب إخوة لأبوين، الجد لا يحجب الإخوة لأبوين. الجم ليس بمراد بل أخ لأبوين أو لأب. الجد لا يحجب الأخ لأبوين كما سبق، أما الجد يحجب الأخ لأم كما سبق. نعم. ثم وبند الابن كالبند، يعني أن بند الابن كالبند إلا أنها تحجب بالابن. نعم. بند الابن محجوبة بالابن، أما البند لا تحجب بالابن بل تكون عصبة، البند تكون عصبة مع الابن للذكر مثل حمل الأنثيين. ثم والأخ، يعني أن الأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثل أخا. يعني الأخ لأب مثل الأخ لأبوين معناه يستغرق المال إذا انفرد. يعني لو كان للميت أخ لأب فقط فيستغرق المال، يعني يرث بالتعصيب، يعني كما أن الأخ لأبوين يستغرق المال ويأخذه يرث بالتعصيب، كلاهما سواء، لكن لا يكون للأخ لأب مع الأخت لأبوين. فإذا للميت أخت لأبوين أخ لأب فقط، لا يكون بينهما عصبة، لا يأخذان بالتعصيب على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف الأخ لأبوين والأخت لأبوين. فالأخت من العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإذا هنا فرغ من باب الحجب، ثم فيما يلي بيان مسألة العصبات فيما مضى بين المصنف.